بانشو نسوانجية. ايه الدربكة اللي انت عملتها دي؟ كنا بواحد هيتصر ما باتنين هلا. وعايزين ايه؟ بدهم يعتدوا على عفافي. ولا يهمك، بقفل الباب عليك يا اخي. بهالاوضة ما عدنا. امال حتنام فين؟ حنام عند البنات أأمن بي. تعال هنا. ده مش ممكن، ازاي؟ كده. ماما. أهلا. العين تطرقني مالي عرفاني انكم مشلحين، غطوا يامو. ليه بقى حنكسب منك؟ ظنيت. على فكرة احنا كنا هنجيلك في موضوع ضروري. بس خفنا تكوني نمت. بنط بالنص. ايه ده؟ حتى اللي كده بس احسن مشان يضل الصدر بزهوته، هيك عنا بالبرازيل. علشان كده دايما الستات العواجيز في الخارج صدرهم دايما حار. يعني خلاص انت موافقه تتجوزيه؟ لمين؟ لبابا. معقول اتجوز رجال؟ ايه ده؟ امال هتتجوزي ست؟ والنبي اصل مش هيوافق على جوازني الا اذا وافقتي انت تتجوزيه. ها؟ صعبه شوي، ايمونا من هالسيره هلا. مش ايه ده بقى؟ وانا ماليش خاطر عندك ولا ايه؟ مشان خاطرك بتجوز وبتجوز ابوك. بلو اطفي النور للنوم. الا مؤاخذه، اصل اعصابي مش قادر استحمل. شو بقى اعصابك طنط عصام؟ انت فهماني كويس، اتفضلي روح نامي في اوضتك. ابتسام هي اوضتها. انا بكلمك انت. وعبله هي اوضتها. وبعدين بقى اتفضلي بقى. الله، انت ازاي بتتكلم مع ست روزاليا بالشكل ده؟ قليل ادب. مش هتنامي هنا لو انطبقت السما على الارض. طب وانت زعلان ليه؟ انت ايه اللي حشرك؟ انت هتقومي ولا عاملها فضيحه بجلاجل؟ ما راح نام الا هون، لا تردوا علي يا بنات، يلا ناموا. مش حنتبه تمشي من هنا. هتقومي ولا لا؟ لا. يبقى عليا وعلى اعدائي. تعالى. لا لا، يخرب بيتك. ايه ده؟ ايه اللي هتعمله ده؟ وريني شدك. ايه اللي هتعمله؟